من قبل ما استهت فاس فاقس. انا نرى في كيران في الساحل يجيو يهبطوا في الوسفان هنا، اش معناها؟ معناها يحبوا الساحل نظيف، يحبوا الساحل نظيف هكا، وصفاقس ما يسالش تقبل. تفيق جاري وقت يتكلم على صفاقس هو وقت مشاو حاسبوا فيه. يهبطوا فيه في جبنيان، يهبطوا فيه في برشا بلايص، وجابوه من بقردين هبطوا في صفاقس. علاش اكثر بلاصه فيها اللي زافريكان هنا؟ شر وشهرين تتشخر وشوف شافيش غير يخرج، خاطر ما عمل شيء. وقت شفيق جراي ما عمل شيء وقت ما وقت كانت النهضه، كانت النهضه تحكم، وقت النهضه تحكم لازم شفيق جراي يدخل حبس باش ما يتكلمش قدامهم وما يتكلمش كلمه الحق. في وقت شفيق جراي توقف شفي ما تكلموش عليه اللي هو خاتيه وما عملش هذا الشيء. شو قال لك خاتيه انت معاهم في الابحاث؟ شكون؟ تسامحني لحظه، شفيق جراي وقتاش ظهر قدام كمال الطايف؟ شفيق جراي وقتاش ظهر؟ وقتاش ظهر شفيق جراي قدام كمال الطايف؟ توقف شفيق جراي وما توقفش كمال الطيف؟ علاش مش شفيق جراي قبله؟ هذا بالحق، علاش مش شفيق جراي اللي هو ما عملش؟ شفيق جراي وقت يتكلم على صفاقس هو وقت مشى وحاسبوا فيه، وقت حب يتكلم على صفاقس مشى حاسب شفيق جراي، علاش وقت تحاسبوا عليه؟ شبيه شفيق جراي وقت يضر قبل كمال الطيف اللي قبل عاد بن علي؟ كمال الطيف ما يتوقفش؟ ومن بعد يشوف شفيق جراي تو توقف، تو وقت جا قيس سعيد وتوقف. وي بيناتنا الايام تو شر وشهرين تتشخر وشوف شفيق جراي يخرج، خاطر ما عمل شيء. وقت شفيق جراي ما عمل شيء وقت كانت النهضه تحكم، وقت النهضه تحكم لازم شفيق جراي يدخل حبس باش ما يتكلمش قدامهم وما يتكلمش كلمه الحق. اما تو وقت خرجت النهضه من الحكم وكل شيء عمل باش شدوا كمال الحق. يعني كمال طيب لاحظوا اللي في تونس قبل 25 جويليه كان فما ان بلوكاج بوليتيك، بعد 25 جويليه ولا بلوكاج ايكونوميك. اي صحيح، كي تشوف انا حاجه وقتاش كمال وقتاش شفيق جراي يظهر؟ شفيق جراي يظهر وقت تتكلم على صفاقس. وقتاش شفيق جراي وقت تتكلم على صفاقس؟ صفاقس مستهدفه، مستهدفه من قبل. كيفاش؟ اخي ما تتبعش يوتيوب، هر الانترفيو نتاع كمال الطيف كيفاش يتكلم على الوليد، قال كيفاش وقت يحاسب، كيفاش يحطوا لي والي في سوسه ولا نعرفش شنو رئيس منطقه ولا شنو صفاقسي، وكيفاش يحطوا كي مستهدفه من قبل صفاقس راهو، مش من تو حتى من قبل راهو، من قبل مستهدفه صفاقس. انا كي نرى في كيران في الساحل يجيو يهبطوا في الوسفان هنا، اش معناها؟ معناها يحبوا الساحل نظيف، يحبوا الساحل نظيف هكا، وصفاقس ما يسالش تقبل. كيما صفاقس لهنا خاطرش يجيبوا فيهم بالكيران ويحطوا فيهم لهنا في صفاقس، جابوهم من الجنوب وجابوهم من برشا بلايص وحطوهم لهنا في صفاقس. كيفاش انت ريت بالكيران؟ ريتها معاني يهبطوا فيهم في جبنيان، يهبطوا فيهم في برشا بلايص، وجابوهم من بقردين هبطوهم في صفاقس. علاش اكثر بلاصه فيها اللي زافريكان لهنا؟ مش عنصريه، انا يعني نحبهم الافريكان، نحبهم وما عنديش معاهم حتى مشكله، اما انت كي تدخل البلاد تدخل، انا نمشي لليبيا نمشي للجزائر، نحترم شعبها كما يحترمونا هما، حتى هما لازم يحترمونا، نحترموا حنا العباد ندخلوا بوراقنا، علاش ما يقبلوناش حنا في الجزائر ولا في ليبيا ولا اي دوله اخرى؟ نمشوا لتركيا، نمشوا لاي بلاصه تمشي بالفيزا ولا بوراقك. هما يدخلوا فيهم بلاش، يعملوا جي قدام الجامعة راهو شيء ما تخزرلوش، ما تنجمش تخزرلو انت، اقسم بالله يوميا انا نخدم في الديمين يوميا نخزرلو مشي يعمل العار. اخويا انا ما عندي عنصرية مع حتى حد اللي سيوا في اللون ولا اي، يعني ما الاحترام الذات، احترام الذات نحترمك، احترمني مرحبا بيك، بوراقك مريقة تخدم في شركة ما يكلموكش، أما اللي نصبين هكا ويعملوا في العمايل اللي ما تنزلش الشريعة راه، جي قدام جامعة هكاك، فهمتني؟ بارك الله فيك.